نانسي عجرم بتحتفل الفترة دي بنشر أغنيتها الجديدة ما تعتذر، اللي فاجئتنا فيها بقدراتها القوية في التمثيل، والأغنية انتشرت بسرعة جدا على السوشيال ميديا. وطبعا في أغنية أثرت فينا كلنا، وبما أننا بنحتفل بعيد الأم الأيام دي، تعالوا نشوف أغنيتها الجديدة. خلونا نبدأ من الإنستجرام لأنها دايما بتحب تتفاعل عليه. بيتابع نانسي عجرم 32 مليون و200 ألف متابع، وهي عاملة فولو ل 72 أكاونت بس، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 3779 صورة وفيديو. الأكاونت عبارة عن صور ليها ومشاهد من أغنياتها وكواليس لبروفات لحفلاتها، وحقق 2 مليون و300 ألف فيو. نانسي عجرم دايما بتنشر كواليس زياراتها لأي دولة بتحيي فيها حفلة، يعني من لحظة وصولها لحد نهاية الحفلة، ولقينا أنها ناشرة أكتر من 30 صورة وفيديو لكل حفلاتها. والفيديو ده كان البروفا ليها على حفلة من حفلاتها وحقق مليون فيو. ولقينا كمان أنها بتحب جدا تنشر صور ليها بلوكس مختلفة في كل حفلة، فهي نشرت لحد دلوقتي أكتر من 50 صورة لفساتينها، ده غير الفوتو سيشنز اللي بتنشرها. المعروف حب نانسي عجرم لبناتها، وبتحب كل فترة تشارك جمهورها بأي مناسبة بتجمعهم، ولقينا أنها نشرت أكتر من 20 صورة ليها مع جوزها وبناتها. من الانستجرام لتيك توك، بيتابع نانسي عجرم على التيك توك 1,700,000 متابع، وحققت 3,400,000 لايك. وطبعا احنا عارفين انها عملت اكاونت بسبب ان بناتها كانوا عايزين كده. تعالوا نشوف القصه دي ايه ونرجع تاني على طول. من التيك توك لتويتر، نانسي عجرم من الفنانين اللي على طول موجودين على تويتر وبيتفاعلوا عليه بشكل كبير. بيتابع نانسي عجرم 15,500,000 متابع، وهي بتتابع 159 اكاونت، ونشرت لحد دلوقتي 25,000 تويت، واخر تويت نشرتها كان فيديو كليب اغنيتها الجديده ما تعتذر. وبكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب.